يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما السبب في جمع السبيل في قول الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، مع أن سبيل الحق واحد هنا؟ سبل السلام يهدي به الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل الخير كثيرة، لكن الصراط هو الطريق الواحد، لا، أما السبل فهي كثيرة، سبل الخير منوعة، أنواع الخير كثيرة. نعم. وكذلك بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام فهم على سبل، نعم، على سبل صحيحة. نعم.